بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. اللهم اجعلنا منهم، آمين. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صحيح القراءة. وفي الجزء 27 نقف عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فالخطأ الشائع عند نطق البعض المصدقين فينطقها المصدقين بتخفيف الصاد والمصدقات، وهذا خطأ شائع. والصواب: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وفي نفس الجزء في سورة القمر عند قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم. فترى البعض يقرأ إن المتقين في جنات ونهر بإسكان الهاء، والصواب فتحها. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وها نحن ننتهي من حلقة اليوم، آملين من المولى جل وعلا أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.